تعال يا حسن، الفلوس دي بتاعتك؟ ما اعرفش حاجة عنها يا فندم. يعني لا انت ولا هو تعرفوا عن الفلوس دي اي حاجة؟ طيب انا مش عايز ابلغ البوليس وعايز احل الموضوع يعني بشكل ودي بينا. في 3000 دولار اتسرقت من شقة هيثم بيه، في منهم ورقتين موجودين هنا، تقدروا انتوا الاتنين تفسروا لي معناه ايه ده؟ بص يا باشا، انا هقول لحضرتك على كل حاجة من الاخر. اتكلم يا حسن. بعد اذنك بس خرج الناس من الاوضه وخلينا انا وانت ويوسف بس. اطلع يا ابني انت وهو بره. كمل يا حسن. سمير بيه اخو هيثم بيه كان بعتني من الاخر اجيب له مصلحه بال 200 دولار دي. يا نهار ابوك اسود، تاني حسن تاني؟ وكان بعتك تجيب له ايه؟ حشيش. ب 200 دولار حشيش؟ بودره قصدي. بص بقى اتلخبطت. تعالى معايا يا حسن على المكتب. يلا يا حسن. ليه؟ مامتك كويسة؟ الحمد لله. سمير اخويا بس هو اللي هيجنني. من الثانوية عامة ومذاكرة ما تستحمله شوية. ابن ادم فظيع، هيخلص عليا. ايه التفاهة دي؟ هو ده اللي مضايقك بس؟ انا تعبت يا سناء، بجد تعبت ونفسي بقى استريح في بيتي. وانا اكتر منك. طب يلا خليني اروح اكلم بابا وماما في اسرع وقت. يعني هو ده اللي هيريحك؟ اه. انا مش هستريح غير لما يبقى ليا بيت ما اسمعش غير صوتك فيه وبس. وانا مش هسيبك يا هيثم. وتعالى بقى اكلم بابا وماما واللي يحصل يحصل. فعلا؟ اهلا وسهلا، نورتني. اتفضل. هو ده الراجل بتاع قرار الازاله؟ هو يا سيدي. بس خد بالك، عامل ابو الضمير الحي. متبنج له ضميره؟ لا، انا قلت له مفيش مؤدب. انت قايل له القسط كام؟ 200 جنيه. خليهم 50 جنيه. لا لا لا، يعرش الموضوع. وفي حد بيعمل كده الايام ده؟ حد ماشي، وحودي له الحاجه لحد البيت. تمام، عداك العيب يا حاج. هندي دي مثلا انا بثق فيها، موقفه في المحل معايا في وسط 100 راجل، بس ما بقلقش عليها. مش كده ولا ايه يا استاذ؟ مش واخد بالي والله. لا بس انا واخد بالي. انت كده بتعك في الدين يا ابني. انا مش حد، اكيد حد بيلعب في دماغنا. حد واحد يا حناوي؟ دول كتير والله. مصر مستهدفه. روح يا هشام، روح روح اعمل عقيقه، اعمل سبوع، اعمل اللي انت عايزه. ولا اقول لك اسال امك وهي تقول لك. امي قالت اعمل سبوع. خلاص يبقى تسمع كلام امك. ما تسمعش كلام ابوك. ودينا عملنا السبوع. السلام عليكم. اقول لك سبوع يا عم. يبقى احجز لي ليله خروف. ها يابا، تفتكري هيجيب هديه ايه؟ الماظ اللي كنت تجيب لي غير الماظ. اسكتي، رايحه فين؟ انا اللي هفتح. مساء الخير. مساء النور سناء. هيثم ازيك؟ اخيرا جيت البيت. عامل ايه؟ ادخلي على المطبخ. حاضر، عن اذنك. اتفضلي. ميرسي. ايه ده؟ ميرسي. بابي مامي. هيثم. هاي بابي ومامي.